يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بعدد جديد من ام تي في الايف. الايف يعني برنامجنا كله حياه وحركه وبيتماشى مع كل شيء جديد عم بيصير بلبنان، اهم الاحداث النشاطات والشخصيات اللي لازم تتعرفوا عليها نجمعها ضمن فقرات برنامجنا السريعه والمنوعه. بتلاحظوا كل يوم انه نحن بنقدر نلخص اهم واكبر حدث بخلال 10 دقائق حتى تضلوا مطلعين على كل شيء جديد عم بيصير. وهون بدي وجه تحيه كثير كبيره لكل اللبنانيين اللي عايشين بالاغتراب، ان شاء الله نكون عم نخفف شوي عنكم من هموم الغربه وعم نحسسكم انه بعدكم قراب من بلدكم قد ما كانت تبعدنا المسافات. وكمان بدي وجه تحيه كثير كبيره لكل مشاهدينا العرب اللي بيعتبروا لبنان بلدهم الثاني وبيتابعوا كل اخباره عبر برنامجنا. نحن دائما بندعيكم مشاهدينا وين ما كنتم موجودين بالعالم حتى تتصلوا فينا، الدردشه معكم دائما ممتعه خاصه لما بتتصلوا فينا من دول بعيده. حلقتنا اليوم غنيه بفقرات مخصصه لكم، مواضيع منوعه، واكيد اتصالاتكم بتخلينا نشعر انتم شو بدكم وشو هي المواضيع اللي نحن حابين نطرحها، فحابين نسمع رايكم. كثروا الاتصالات، نحن بنتمنى نسمع اكبر عدد من اصواتكم بحلقه اليوم وخاصه بفقره تارو اللي كثار منكم بينطروها نهار الجمعه. كمان في فقرات مميزه اليوم، حصه كبيره مخصصه لمشاهدينا الصغار او للاطفال بفقره سانتي. رح نحكي مع الدكتور بيتر نون حول مرض السرطان عند الاطفال، شو هي العلاجات الجديده، ليش كلفه العلاج هالقد عاليه، وكمان قد ايه وصلنا لنسبه الشفاء عند الاطفال، وشو عم تعمل جمعيه كيدز فيرست حتى تضل ايدها ممدوده لهالاطفال. اما الاطفال اللي عندهم تشوهات بالقلب او امراض القلب رح نحكي مع الدكتور زخيا صليبه حول هالموضوع كمان بفقره سانتي. دكتور بيتر نون حوالي الساعه 10، وكمان دكتور صليبه حوالي الساعه 1 الا ربع، بتامل تكونوا على الموعد. خليني اشوف زملائي لليوم. تينا دائما مشغوله بالتليفون بالاوراق، ما بعرف شو الاولاد اللي جايبين معك على الاستديو. خلص بعد شوي رح حسك عم تقولوا الاولاد اللي عندنا بالاستديو. تينا وفريقها. تحيه لصغارك، مبسوطين بهالصيفيه؟ حلو الواحد يضلوا ولد. كثير عن جد كثير، وانا لما بشوف اهالي مع اولاد صغار بقول نيالهم، لانه بضلوا عايشين هيك حاله من الطفوله بسبب ولاحقتهم للاولاد. بس كثير بنحافظ على الطفوله حتى لما نتعدى هالفترة بالحياة. أنا أولادي صاروا كثير كبار، بس إيه الحمد لله. يعني وزي. ثانك يو. تسلمي لي. فادي كيف الطفل اللي بداخلك؟ روعة. أنا بعرف بتطلعه خلال الويكند، بكون محبوس خلال الأسبوع، بيطلع خلال الويكند. بوقت بوقت من الأوقات لازم يطلع. بيسلي جوزيان والصبايا. اليوم عندنا فقرات عديدة مثل ما ذكرت البعض منها، وكمان في فقرات خاصة بنهار الجمعة. تكنولوجي في شيء مميز حابب بتخبر المشاهدين؟ في كثير اشياء حلوه رح نشوف. رح نحكي اول شيء عن كاميرا جديده من كازيو. كازيو صار لنا زمان ما سمعنا شيء عنها، هلا في عندها كاميرا كثير مهضومه. تخبرنا عنها بعد شوي. خبر عنها بعد خارج موسم الصيف اللي بعده بنصه. سوري؟ خارج موسم الصيف اللي بعده بنصه. صحيح. وتينا في عندنا اخبار انا وياكي منوعه من لبنان والعالم باب تو ديت، على بالك تتفضلي لعندي. يلا. Up to date بعد لحظات، خليكم برفقتنا. خبر محلي ودائما الخبر هو عن لبنان بلدنا العزيز. نصيحة دولية هالمرة للبنان، أوضحت مصادر دبلوماسية أجنبية رفيعة أنه موضوع رئاسة الجمهورية ما له علاقة بالأحداث اللي عم بتصير حاليا بحلب، والتأثير الأساسي اللي ممكن يصير بلبنان من تطورات حلب هو موجة نزوح سورية جديدة. لهالسبب بتنصح المصادر الحكومة اللبنانية بالتركيز على الحدود اللبنانية السورية وإغلاقها أمام نزوح جديد، لأنه لبنان بكل صراحة ما بقى قادر يتحمل المزيد من النازحين، والدول المانحة منا مستعدة لمضاعفة مساعدتها للبنان بالنسبة لهالموضوع. فمن المتوقع أنه يدعي رئيس الحكومة تمام سلام اللجنة الوزارية لشؤون النازحين لاجتماع قريبا للبحث بهالموضوع الطارئ.
علما انه الجيش اللبناني والامن العام هن اللي بتولوا مراقبه الحدود اللبنانيه الا اذا حصلت خروقات نازحيه من معابر غير شرعيه، ما بتقدر القوى العسكريه والامنيه انه تراقبها، وللاسف كثير عم بيصير خروقات من هالنوع. أما الحكومة اللبنانية فعم تعمل اتصالاتها مع عدد من سفارات الدول الغربية منهم كندا وكمان دول أمريكا اللاتينية مشاهدينا، حتى ياخذوا عدد من النازحين السوريين إلى هالدول اللي عم تتواصل معهم، ولكن كحد أقصى هالعدد من النازحين تينا ما رح يتخطى 100,000 نازح بين هالدول اللي ذكرناها، وهالشي ما رح يغير كتير من العبء اللي عم بيعيشه لبنان بالنسبة لموضوع النازحين، علما أنه عدد النازحين المسجلين انخفض من 1,300,000 ل1,020,000، ولكن هذا ما بيعني انه عدد النازحين غير المسجلين انخفض، بل بالعكس عم بيزيد بكثره مع الوقت من دون ما يصير اي تحرك من قبل الاجهزه الامنيه بالداخل، وهالشيء اكيد بده تحرك سريع لانه بالفعل ما بقى قادرين نحن نتحمل هالعبء، صار عددهم قرب، يعني الارقام الرسميه هي 1,300,000 عم بيقولوا نزلت شوي، ولكن بتصور مع النازحين غير المسجلين الأرقام عم توصل للمليونين وأكثر. فضيحة جديدة بكرة السلة اللبنانية، في كثير صار هيك بلبلة عن هالموضوع إنه إذا مزبوط اللاعبين اللبنانيين لكرة السلة عم بتناولوا المنشطات، فبعض الفحوص يلي صارت لعدد من اللاعبين بموسم الماضي إجت إيجابية. يعني عم يتناول شيء، يعني هل كرة السلة اللبنانية رح تفوت بهالمنعطف تينضاف على الملف المزيد من المخالفات اللي ارتكبها الاتحاد على مدى 4 سنين من ولايته؟ أكد مصدر قريب من اللجنة الإدارية أنه الاتحاد تسلم نتائج فحوصات للمنشطات واللي أجرى بالأدوار الحاسمة خلال الموسم الماضي، وتبين وجود بعض النتائج الإيجابية لعدد من اللاعبين اللبنانيين من فرق تأهلت لمرحلة الفاينل فور. وأضاف المصادر أنه هيدي الأسماء أكيد خلوا حافظوا على هالأسامي بعد ما نذكر مين هن هول اللعيبة، أكيد حتى ما يصير في إجراءات قانونية ضدهم. وكالعادة دخل الاتحاد وصرح أنه اللجنة الطبية قامت بجمع عينات من 18 لاعب خلال بطولة لبنان للدرجة الأولى للرجال، من بعدها تم نقل هالعينات لمختبر قطر لمكافحة المنشطات المعتمد من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وإجا تحليل إحدى العينات بنتيجة إيجابية لاثنين من اللاعبين. لليوم بعد ما نذكر أسامي هاللاعبين وما رح ينذكر أساميهم قبل ما يتأكدوا من هالمعلومة، يمكن بيرجعوا بعيدوا يمكن يرجعوا يعيدوا الفحوصات. فحوصات لازم، يعني اثنين من أصل 18 إن شاء الله منكون يعني عم نضطر نفوت بهيك قصص، يعني اجمالا الفحوصات المخبريه بتكون كثير دقيقه وخاصه من هالنوع، يعني كميه كثير قليله من المنشطات او الستيرويدز بتظهر، بس انه بشيء مؤسف اذا متأسف لانه كنا بنتذكر الامجاد اللي عاشتها بطوله كره السله والابطال الاسماء اللي ما بتنتسى اللي وصلت اسم لبنان للعالميه، نتأسف انه نسمع بهيك احداث عم بتصير، ناطرين تفاصيل اكثر. ننتقل كمان لانجازات لبنانيه، وكمان في عنا قصه او حاله مع كتاب جينيس للارقام القياسيه. ما اشترنا بهالجينيس ما بنقدر نطلع منه بعد صحن التبوله وبعد صحن الحمص اطول ساندويتش واطول ساندويتش لبني، ومؤخرا ونعمل اطول حلقه لايف. لا انا ضد، عم فكر باقصر حلقه. هاي صارت جمعه الماضيه اصلا. ومؤخرا بالبياف شاهدنا اطول سجاده حمراء بالعالم، فمن عده نواحي وعلى عده اصعده لبنان عم يدخل كتاب جينيس. هالمره حذري شو او شفتي؟ اكبر بيكنيك اكبر بيكنيك بالعالم، بعد اكبر مثل ما كلنا ذكرتون، عم بيتحضر لبنان لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر بيكنيك، وهالمحاولة راح تتم ب 21 آب 2016 يعني الأسبوع القادم. هالحدث سموه سيتي بيكنيك وراح يجمع اللبنانيين حتى يتسلوا وياكلوا بالهواء الطلق ويتشاركوا أوقات جميلة، وهيدي البوستر للحدث. هالحدث من تنظيم مايند ويسك بالتعاون مع فيرجن راديو، وب 21 الشهر راح يتم بميدان
سباق الخيل ببيروت من أروع المساحات الخضراء المتبقية بلبنان، وعلى أنغام أجمل الموسيقى رح يمدوا المشاركين بطانياتهم على العشب الأخضر ورح يتشاركوا الأكل والمشروب. هالحدث بيتميز بعرض الأفلام الكلاسيكية الأشهر، بترجعنا للأيام لما كانت الأفلام تنعرض بالهواء الطلق أو بالسينما. ما بعرف بلبنان كانوا يعرضوا هيك أفلام؟ كان في بلبنان بلا. حلو مش من زمان رولا. حلو كتير، يعني هيدي فرصة مش بس لتعملوا بيكنيك بمساحة خضراء كتير حلوة، تحضروا أفلام عربية بتصور كلاسيكية. نعرف وين رح تصير البيكنيك؟ بميدان سبق الخيل. بسبق الخيل اوكي. من أروع ومن أكبر المساحات الخضراء المتبقية بلبنان، وكمان في عدة مميزات لهالحدث مخصصة كل الأعمار للكبار والصغار أكيد، وبننصح العائلات إنه كلهم يتوجهوا لكل عائلة ولكل شخص رح يكون في مكان مخصص بميدان سبق الخيل، وكمان مسموح إنه تاخذوا حيواناتكم الأليفة. هذه خبرية حلوة لستيفاني ولإلك كمان، بتاخذوا البتس معكم تقضوا نهار مع الأولاد ومع العائلة، وإذا مش حابين تجيبوا أكلاتكم كمان من البيت في قسم مخصص للمأكولات، بتقدروا تشتروا مأكولاتكم هونيك وتتمتعوا طوال النهار مع العائلة. المنظمين لهالحدث اكيد كثير فخورين باللي عم بيعملوه، وقالوا رح ناخذ معنا ذكريات كثير حلوه من هالبيكنيك، ورح نشوف لبنان عم يكسر الرقم القياسي لاكبر بيكنيك حتى نفرجي قد ايه نحن فخورين ببلدنا، وحتى نبعد نظره العالم عن الاحداث السياسيه والامنيه البشعه اللي عم بتصير عنا، وان شاء الله اللبنانيين هيك يستفيدوا من هالفرصه حتى يجتمعوا يتسلوا بالهواء الطلق، مشروع ما بكلف كثير ابدا، وخلينا نستفيد لنا حق انه نتمتع بها المساحات الخضراء، والمنظمين حريصين على انه يقدموا هالحق للبنانيين. فكلوا كثير بالمرة انه كل شخص رح يروح على البيكنيك يلم زبالته اكيد من بعد البيكنيك، اذا ما في زباله خذوها معكم على السياره وكبوها ببيتكم، لانه بعرف قد ايه في جمعيات تعنى بالمساحات الخضراء بلبنان، قد ايه كافحوا حتى فتحوا ميدان سباق الخيل حتى نقدر نحن نتمتع بهالمساحات، فبليز احترموا حالكم، احترموا ارضنا واحترموا بعضكم. ريو 2016 أربع ميداليات للعرب خلال هالألعاب، أول واحد حقق المصري محمد إيهاب الأربعة الميدالية البرونزية بمنافسات رفع الأثقال وزن 77 كيلوغرام، تعتبر ميدالية محمد إيهاب الثانية لمصر. في كمان ميدالية برونزية اللي فاز فيها لاعب الجودو الإماراتي توما سيرجيو نهار الثلاثاء بوزن 81 كيلو، والميدالية البرونزية اللي فازت فيها المصرية سارة سمير بوزن 69 كيلوغرام كمان لرفع الأثقال، والميدالية البرونزية اللي فازت فيها التونسية إيناس البوبكري بمنافسة المبارزة بالشيش، وكان الكويتي فهيد الديحاني أول عربي بفوز بميدالية ذهبية بأولمبياد ريو، إلا أنه ما تسجل باسم بلادو ولكن تحت فريق الرياضيون الأولمبيون المستقلون، لأنه صار في خلاف بين تدخلت الحكومة الكويتية بالشؤون الرياضية، فالأولمبيكس قرروا أنه ما يدخلوا الكويت كبلد، ولكن ردوا لهم اياها ومشارك من عندنا فاز. تحيه لكل هالابطال العرب، كمان عم بيرسموا اجمل صوره عن الدول العربيه لباقي انحاء العالم. بعد معنا وقت او منشوف الصوره؟ منشوف صوره، صوره اليوم من مكان رائع كمان من شكة. لبنان هيدي الشكة، يعني بفتكر هيدي الطريق الوحيده اللي ما بتشبه غيرها بلبنان. صحيح. تكون هالقد قريبه على الشط وكمان فيها رائع. جبال طقسنا رح يكون قليل الغيوم والحراره بعدها بثلاثينات تقريبا ب 32، فاستفيدوا من هالطقس الصيفي 100%. مش مصدقه تيجي شهر ايلول، اشهر المفضله ايلول واكتوبر، انت ما بتحبي الشو؟ لا حلو ايلول، ايلول حلو فعلا. شو ما كانت مشاريعكم بتمنى لكم نهار موفق، هذه كانت اخبارنا باب تو ديت، فادي ناطرنا حتى يخبرنا عن كاميرا الكازيو واخبار كثيره غيرها بتكنولوجي، رح ننتقل مباشره لعنده.